اهلا بيكم من جديد. وصلنا لفقره سهم وقوس في نهارك ابيض النهارده، واللي منورنا فيها المحلل الرياضي المميز محمد منصور، ودردشه واكيد كلام كتير كروي عن مباراه الزمالك القادمه المهمه جدا على قلب كل الجماهير الزملكاويه. برحب بيك ومبسوطه ان انت معايا النهارده. اتشرف بيك يا نديم. محمد ايه الاخبار؟ كله حلو؟ تمام الحمد لله. والله الحمد لله. في البدايه كده كده عايز اسالك، شفت ازاي الخساره المفاجاه لنادي الزمالك امام سموحه؟ هي خساره طبعا مفاجاه، لان يعني وفقا لاداء الزمالك الفتره اللي فاتت الناس كلها كانت متوقعه ان في ناس كانت بتقول لا ده هو هيعمل روتيشن، يعني مستر جونز هيلعب هيعمل مثلا روتيشن كبير. بس الفكره كلها ان هو اكيد اي روتيشن بيبقى ليه عواقب. ان انت القوام الاساسي بالنسبه لك مثلا بتتكلم في 6 7 لعيبه، بالنسبه لك الموضوع متغير جدا. فمع ان هو طبعا بيلعب مثلا بعواد وبيلعب عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد مثلا والجزيري، فده يعتبر العمود الفقري بتاع الفريق موجود. مظبوط. ولكن اي حاجه لها عواقب طبعا. طبعا في ناس بتبقى بتحكم بس من مباراه واحده، وزي ما انت قلت في البدايه مع استاذ خالد، هي الفكره كلها ان الناس بتنقد نقد لازع من مباراه او مباراتين، الحكم ما بيبقاش من مباراه او مباراتين. لكن هي طبعا خساره مفاجاه، بس طبعا ناخد الخطوه اللي بعدها وده الاهم. ومباراه ان شاء الله نهضه بركان يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت مع انهي وجهه نظر فيهم؟ انه لا هو النتيجه السلبيه دي بيتحملها المدير الفني لان هو ريح لعيبه كتير قوي في ظل ان احنا كان ممكن نخلص المباراه من بدري، كان ممكن اللعيبه الاساسيه دي لو نزلت نخلص في الشوط الاول المباراه ويريح بعد كده في الشوط الثاني اللعيبه دي، ولا انت مع الراي الاخر انه لا هو اللي عمله ده كان صح واحنا ما كناش هنجازف باصابه وما كناش حمل اصابه؟ لان طبعا في لعيبه مش مقيده افريقيا، فانت شايف انهي وجهه نظر صح؟ هو طبعا جوميز قال بعد يعني في مؤتمر صحفي حتى في اوضه اللبس ان هو بنسبه كبيره بيتحمل الفكره دي. فكره الهزيمه هو بيتحملها لان هو اللي حاطط التشكيله بايده وعارف بيعمل ايه. انا مع وجهه النظر اللي بتقول لا هو فعلا كان المفروض يريح اللعيبه. طيب تكتيكيا او فنيا هو عمل ايه؟ لا عمل حاجات كتير طبعا. فكره شحاته ان هو ظهير ايمن وظهر بالمستوى الرائع ده الا حاجات بسيطه جدا محتاج يعدلها اكتر. مظبوط. دي نقطه. النقطه الثانيه فنيا جوه الماتش لا الزمالك كان بيوصل، بس ما كانش فيه لسه الديناميكيه بين اللعيبه، لان في لعيبه لسه جايه من على الدكه وفي لعيبه اساسيه، فالديناميكيه دي لسه ما وصلتش، مش توصل في مباراه واحده. فانا مع وجهه النظر لا، ان النقد اللاذع ده لا، احنا في ايجابيات وفي سلبيات. السلبيات هو قال انا متحملها، لكن في ايجابيات والموضوع زي ما انت قلته في الاول عدى وخلاص، ونشوف بس النقد اللي كان ان شاء الله. شايف ان احنا طلعنا بايه دروس مستفاده من المباراه دي؟ يعني احنا كنا بعاد قوي في الدوري، ابتدينا شويه ترتيبنا يتحسن ويعني موقفنا يتحسن في الدوري، فانت شايف انه ايه الدروس المستفاده اللي طلعت منها؟ الدروس المستفاده اولا وطبيعيا وبديهيا ان انا ريحت لعيبه مهمه. طبعا زيزو وفتوح والناس دي نزلت الدقيقه 60، يعني لعبت نص ساعه. ريحت لاعب زي مسلوسي، واحد يعني اجهد مثلا في اخر 10 مباريات في الزمالك يعتبر. تاني حاجة بدأت أشوف لعيبة معينة في مراكز معينة ممكن تفيدني، يعني مثلا لو عمر جابر عنده إصابة مثلا أو في حاجة هتبان النهاردة أو أيا كان، لا أنا عندي شحات عندي بديل. ففي مكاسب يعتبر فنية بسيطة بانت. غير كده الفوز الرئيسي بالنسبة لنا نفسيا هو إن في لعيبة مهمة زي المسلوسي وزي بقية اللعيبة زي دونجا. طبعا إحنا خوفنا على دونجا في اللقطة اللي فاتت، فده يدل إن الراجل كان شغال صح بدليل اللقطة بتاعت دونجا. دونجا كان ممكن مع الإجهاد، لأن دونجا لاعب في ماتش دريمز هناك في غانا كان ماتش تقيل، رطوبه 80%. هو السنتر الثابت في نص الملعب المفروض يقطع كل الكرات، فده مجهود بدني جدا على دونجا. ما يتحملوش اي لاعب خلال بتوالي ومع السفر، ما ينفعش يتحمله. مظبوط. طيب القرارات التحكيميه، احنا شفنا مجلس اداره نادي الزمالك نزل بيان امبارح بيتكلم فيه على تكرار الاخطاء التحكيميه في المباريات، شفت البيان ده ازاي؟ بيان مهم وطلع بقوه ان مجلس الاداره متابع اخر 3 ماتشات، ان في حاجات تحكيميه. يعني احنا بالمعنى الحرفي احنا متابعين ماتش بماتش، والاداره متابعه ماتش بماتش، عارفه رد الفعل ماشي ازاي. ما بتتبعش رد فعل الجمهور، هي بتتبع ان رد الفعل لا، ان في ناس منصفه، في ناس بتحلل شايفه ان الموقف ده غلط، شايفه ان انت تغاضيت الى حد ما، ان انت تبص في الفار بشكل مؤكد. في حاجات معينه واضحه للناس، يعني زي ضربات الجزاء، مش ضربه جزاء يعتبر في ماتشات سموحه، في حاجات باينه واضحه ممكن بالاعاده وبالبطء انت تتأنى فيها، انت كحكم بتبص عليها. فانا شايف ان مجلس الاداره حاسم جدا في الموضوع ده، وبياخد خطوه ان
لا انا بتفرج على كل ماتش، ما بعديش ماتش مثلا يكون جاي على الزمالك في حاجه او يكون في خطا ما. مش هديك حق يعني لنادي الزمالك وماخدوش، وده صح يعني، ده من وجهه نظري شيء. انا بتكلم في الصح صح وفي الغلط غلط، مزبوط. لو في غلط او في تقصير دي حاجه في النادي، دي حاجه في النادي بيننا وبين بعض. صحيح. لكن بره ما يبقاش في حاجه غلط وتاثر على الفريق. بالظبط. وحاجه برضو يعني تخليك فرحان لما تشوف ان مجلس اداره النادي بتاعك مش عايزه تسيب حق لنادي الزمالك وما تاخدوش. بالظبط. لا وبالتتابع يعني، انا مثلا ما بقولش اخر 10 مباريات حصل فالناس تنسى ايه اللي حصل. مزبوط. لا انا متابع ان في ماتش الثاني الثالث. بالظبط كده. والاخطاء دي مؤثره على النتيجه يعني، انا ما بقولش اخطاء تحكيميه، وارد ان يبقى في اخطاء تحكيميه في اي مباراه، بيحصل في البريمير ليج، بيحصل في دوري ابطال اوروبا، بيحصل في اعتى الدوريات على مستوى العالم. بس انا بتكلم ان حاجه مؤثره على نتيجه فريقي. لا هنا نقف وهنا نقول بيان ان مجلس الاداره متابع ماتش الماتش. دي حقيقه، ويعني حاجه الحقيقه فرحتنا كلنا. طيب لو هكلمك على مباراه نهضه بركان، اللي هي طبعا مباراه مهمه جدا 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 في الفتره اللي جايه وتقريبا الاهم في الموسم ده، عايز اسالك شايف المباراه دي هتمشي ازاي؟ بص يا نادين، هو الفكره في بره ملعب جوه ملعب. بره ملعب جمهور المغربي صعب. الجمهور المغربي دايما مش فكره ان هو كل يا معظم الجماهير بتأزر من يعني من الدقيقه الاولى للدقيقه 90. هي الفكره ان الجمهور المغربي عنده حس ان هو بيعرف يضغط على المنافس، بيعرف يضغط على كوره مثلا انت بتلتحم فيها فتلاقي الصوت علا. فالجمهور المغربي يعني ذكي جدا في الحوار ده. ده بره الملعب. جوه الملعب يعرف يلعب على نفسيه الفريق. بالظبط. اي منافس افريقي مثلا، شمال افريقي مثلا، فريق عربي، فريق مثلا جنوب افريقي مثلا سان داونز، بيعرف ياثر جدا. حتى مع المنتخب المغربي برضه كده. جوه الملعب، الملعب صغير مش زي استاد القاهره. مظبوط. الاجواء افضل طبعا من دريمز، وافضل وافضل جدا من وسط افريقيا وجنوب افريقيا. بس يعني فكره ان انا الملعب بالنسبه لي صغير، ده بيحتاج لعيبه عندها كنترول. اولا عندها بدني عالي جدا، عشان كده مستر جوميز ريح اللعيبه. تاني حاجه محتاج لعيبه عندها كنترول على الكوره. انا مش عايز لعيبه رانر كتير، مش عايز لعيبه افقد الكوره كتير. لو فقدت الكوره مع الجمهور، مع اداء طبعا نهضه بركان يعتبر بقاله 3 سنين مستواه شبه ثابت في بطولات خاصه افريقيه، ممكن يكون في الدوري المغربي حاجه ثانيه، لكن في البطولات الافريقيه عنده حس، بدا يثبت رجله زي ما بنقول بين الكبار. فانا عايز اتحكم في رتم الملعب جوه وافصل خالص عن الجمهور المغربي، ده اهم حاجه في الماتش. صحيح. طب ازاي نجهز بقى اللعيبه بدنيا ونفسيا؟ يعني ازاي نجهز كده بالشكل الامثل لمباراه زي دي؟ اول حاجه هي بدنيا الفريق محتاج ان هو يستفيد جدا من الروتيشن اللي حصل اللي فات. يعني دي اقرب نقطه. النقطه الثانيه محتاج ان انت زي ما عملت في ماتش دريمز ده اللي هنا كان هناك، انا بالنسبه لي من افضل مباريات الزمالك الموسم ده. ليه؟ دي حقيقه. طبعا فنيا حدث ولا حرج، لكن بغض النظر عن الاهداف وثلاث اهداف وكده، احنا بدنيا كل لاعب كان ذكي. انا مش عايز اهدر مجهودي البدني في الشوط الاول. صحيح. وده حصل. احنا ممكن مثلا كنا شفنا زياد كمال فطلع فنزل شحاته قلنا عشان اجهد. لا، هي الفكره كلها ان هو مستر جوميز بيعرف يوصل اللعيبه ان انت تستثمر مجهودك في الماتشات اللي بره، خصوصا انت جاي بسفر، انت في اجواء تانية، انت في ملعب حتى النجيله مختلفه. صحيح. فكل ده بالنسبه لي كان لازم اكتسب الخبرات دي من ماتش دريمز بالذات، ان انا بره ابدا استثمر مجهودي البدني. نفسيا مستر جوميز شغال كويس جدا مع اللعيبه، حتى في الرياكشن بتاعه. انا بحب جدا 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 المدربين اللي بتفاعلوا اثناء المباراه. في مدربين بتوع في عندهم السيطره دي، وفي لعيبه مثلا خبره في الملعب بس مهم. بالظبط. مهما كان في لعيبه مؤثره في الملعب او عندها خبرات او حتى مثلا كباتن في فرقه مش كابتن واحد، انا بحتاج تفاعل مستر جوميز جدا. صحيح. وده بيعجبني جدا. يعني حتى الماتش اللي فات كان في كذا كوره وكرات جدا مش ده، بيقول لي متيابه شوط شوط، ما يعني ما وقفش مثلا وقعد تاني، لا بيقول له شوط، يعني انا حاطك في البوزيشن ده عشان تشوط. فدايما ان انا افكر اللعيبه بالتعليمات الفنيه واصحصح اللعيبه واديهم اوبشن ان انا معاك في ظهرك، ده حاجه كويسه جدا. فده نفسيا وده بدنيا. وبنشوفه كمان في المحاضرات الفنيه ليه مع اللعيبه، بنشوف بالزبط. الحماس يعني عنده روح حلوه قوي، وده على فكره بتعمل اكيد برده يعني بتعمل على الجانب النفسي للعيبه، ان هم دايما حاسين ان هم متحمسين، ان هم لازم يفوزوا بالمباراه. ده يعني دي اكيد حاجه بتفرق معاهم بشكل كبير جدا. وهو الحقيقه حتى بنشوفه كان بيرج اللعيبه ويتكلم معاهم في الملعب. صح. يعني الحقيقه هو عنده روح حلوه جدا. وكمان اضافه للنقطه دي، نادين كمان هو عنده ذكاء في التعامل مع اللاعب المصري. مظبوط. يعني في مدربين زي ما لعيبه مثلا انت بتجيب صفقه مثلا معينه يقول لك ده بيتاقلم مثلا بعد ايه؟ بعد شهرين ثلاثه مع الاجواء. في مدربين كده برضه بتيجي ما تعرفش تتاقلم مع اللعيبه، مع نوعيه اللعيبه. لا، هو عارف يتاقلم وعارف اللاعب المصري عامل ازاي، بدليل زي ماتش الاهلي، عارف يدخل اللعيبه نفسيا ازاي.
عارف يعني يعمل استراتيجيه نفسيه ان تواصلوا مع بعض، ان الدنيا بالنسبه لي انا مش مكسب وخساره، لا انا عايزك تلعب نفسيا كل واحد يتحمل مسؤوليته في الملعب. وزي ما انت شايف كمان، بص على الشاشه، يعني اللي انت بتقوله يعني هو واقف على الخط ما بالزبط. بيقعدش، هو متابع، بيتكلم مع لعيبه، بيحمس اللعيبه، بيدعمهم حتى بوقفته بالزبط. دي على الخط، يعني ده دعم ليهم كبير. الرياكشن المستمر ده بيفيد اللعيبه جدا، بيحسس اللعيب ان المدرب في ظهري، المدرب طبعا مش قاعد مش متفاعل. طبعا التفاعل ده بيفيد جدا اللعيبه وخصوصا اللعيبه المصريه. هو كمان يعني جرى العرف على المدربين البرتغاليين ان هم دايما واقفين كده على الخط. بالظبط بالظبط. لا وده يعني اللقطه اللي فاتت اللي احنا شفناها بتاعت شوت دي فسرت لي ان هو ايه، مش فكره قعد، لا انا بقول لك تاني. ففكره ان القرب يعني الناس زي ما بيقولوا مثلا اسبانيا البرتغال اللي على البحر المتوسط يعتبر شبهنا شويه، مظبوط، فهم الذكاء ده هو استغله جدا في ان هو يفهم اللاعب المصري. دي حقيقه. طيب احنا عارفين ان الزمالك هيسافر ان شاء الله للمغرب يوم الخميس اللي جاي، شايف ده وقت كفايه للعيبه ان هي تروح وتتمرن وتتدرب على الاجواء وعلى الملعب؟ الشك ده في يعني في نوعين مدربين، في نوع يقول لك لا انا اتمرن اكتر وقت هنا واروح قبلها مثلا ب 48 ساعه بالكتير. مستر جوميز مش من النوعيه دي، من نوعيه ان انا اروح واتاقلم على الفريق مع الفريق، يعني يعتبر تقريبا على ما انا فاكر زي ماتش دريمز هناك سافر قبل 4 ايام عشان يتعامل مع الاجواء، يتعامل مع الرطوبه، يتعامل مع النجيله، ارضيه الملعب، التمرين النهائي على ارض الملعب، كل ده. فانا شايف ان هو وقت كافي. بالنسبه بقول لك المغرب احسن شويه كاجواء كجو حتى رطوبه ملعب، فكويسه جدا من يوم الخميس. يعني عندنا مثلا لو في تمرين بالليل مثلا او حاجه الخميس، وعندنا جمعه وعندنا سبت، كويس جدا. يعني انت شايف ده وقت كافي؟ كافي جدا كافي جدا. طيب احنا بعض الناس كده عندها تخوف من القرارات التحكيميه والمجاملات التحكيميه، وبعض الناس شايفين انه ممكن يكون في شيء من الغلطات التحكيميه يعني موجوده في مباراه نهضه بركان او مجاملات تحكيميه. ازاي شايف نبقى جاهزين لكل السيناريوهات اللي ممكن تحصل في المباراه؟ دايما المدربين يقولوا للاعب افصل من الحكم، يعني ما تتكلمش مع الحكم. ده دايما يعني ده بنسبه كبيره حتى في اوروبا وكده مش هتلاقيه موجود دايما مع اللعيبه الكبار خاصه. دايما اللعيبه الكبار والكباتن اللي موجود جوه الفريق لازم بتفاعل مع الحكم. احنا مش فكره ضغط على الحكم، بس فكره ان انا موجود، انا مش كل رياكشن انت هتاخده ضدي وانا حاسس ان هو مؤثر انا هسكت. ايوه طبعا. دي نقطه. النقطه الثانيه دي خبرات بقى، دي هي الخبره اللي موجوده للاعب. مثلا لعيبه مهمه عملوا كذا خطا، عملوا كذا حاجه في الملعب، حس ان هو هيكلف فريقه، لا اهدى افصل على الحاجه. يعني مش مش مش, مش فصلان 100%، بس فكره ان انا اركز في الشغل الفني اكتر من ان انا اركز على مثلا حتى لو حس ان هو عمل خطا مثلا هنا، اداني انذار مثلا، ادى لزميلي عمل حاجه، حس في ضغط افصل واكمل. بالظبط. انا لو فصلت من الجمهور والحكم الموضوع بالنسبه لي منتهي، ادي اللي عليك واعمل 100% وسيب موضوع الحكم زي ما احنا شايفين الاداره بتتحرك. واحنا كمان عندنا يعني لعيبه خبرات كتير قوي في الزمالك متعودين على الاجواء دي وعارفين بيتصرفوا ازاي في المباريات اللي شبه كده، وكباتن كمان اكيد ليهم دور كبير قوي، زي طبعا كابتن شيكابالا وعبد الشافي ليهم دور طبعًا كبير طبعًا. هيتكلموا مع الفريق، هيدعموا طبعًا. فكل ده هيفرق اكيد معاهم بشكل كبير. ولكن ارجع تاني للنقطه انت قلتها، وقلت ان جمهور المغرب صعب، جمهور مش سهل، بيعرف يضغط على الفريق المنافس وبيعرف امتى يعلي صوته، امتى يوطي بالزبط صوته، الحاجات اللي احنا عارفينها كلنا دي. ازاي بقى اهيئ اللعيبه نفسيا ان هم ممكن بشكل كبير هيعدوا بضغط نفسي كبير من قبل جمهور المغرب؟ اول حاجه خبره اللاعب دي من قبل ما المدرب يكلمه. اللعيبه دي احتكت سواء في منتخبات وطنيه، سواء مثلا مع الزمالك، سواء مثلا في الفرق اللي كانوا بيلعبوا فيها قبل الزمالك. كل دي خبرات. انا عارف ان الجمهور كده كده هيضغط عليا، عارف ان الجمهور مع كل لقطه مع كل رياكشن هيضغط عليا، عارف ان هو هيطالب بالفار كل دقيقه، عارف ان هو هيقول للحكم لا الكوره دي بلانتي. انا كل السيناريوهات دي لازم اللعيبه تحس بيها وتترجمها في اي مباراه اوي اي مباراه بره مصر. هي الفكره كلها ان هو المدرب هيقول هيقعد مع اللعيبه يقول لهم مالكوش دعوه بالجمهور، بس اللاعب لو من جوه نفسه بيتأثر بسرعه، واحنا في طبعا اكيد في لعيبه بتأثر بسرعه، لو في لعيبه بتعرف تلم بقى اللعيبه دي، يعني الموضوع انا حاسه ان هو جوه الملعب لعيب مع لعيب. يعني مسلوسي يتكلم مثلا مع عبد المجيد ما عندوش احتكاك قوي، مثلا دونجا يتكلم مع شحاته مثلا عنده رياكشن عالي قوي، كل ده
اللعيبه جوه بعض اهم من فكره المدرب. المدرب مش هيوصل قبلها ان هو ما لكوش دعوه بالجمهور، لكن اللعيبه مع بعض بيبقى ليهم يعني زي علاقه الهارموني بالظبط، او هارموني بالزبط ما بينهم بتفرق بشكل كبير بالظبط، لانه الكونكشن بتاعه مباشر. لكن المدرب مهما بره مش هيقول له افصل، هي فكره ان هو يتكلم قبلها، بس اهم حاجه اللعب مع اللعيب. اكيد. طيب الغيابات المؤثره بقى من وجهه نظرك ازاي يتعامل معاها مصر خصوصا جوميز؟ يعني عندنا غياب شيكابالا ومصطفى شلبي والزناري، فعندنا غيابات مؤثره اكيد، ازاي شايف ان هو يتعامل مع الغيابات دي؟ طبعا غيابات مؤثره، يعني الناس كانت بتتكلم عن نادي البركان ان في لعيب او اتنين موقوفين بسبب اللي هي المباراه اللي قبل اللي فاتت، فقالوا لا طب الزمالك كامل، لا الزمالك ما طلعش كامل للاسف. مصطفى شلبي والزناري، الناس هتقول ان الزناري كان يعتبر مثلا الدكه، ماشي، بس كان احتياط استراتيجي كمساك او كباك عند عمر جابر. طبعا مصطفى شلبي مؤثر وفقا لاستمراريته في اللعب، يعني مش وفقا للاداء قوي بس وفقا لاستمراريته اللعب. المكان ده ما عنديش رفاهيه ان انا اجيب حد من الدكه، بس هو غالبا هو يعني انا بحب في مصر جوميز ايه؟ ان هو مش شكاه. ما بيشتكيش، يعني عنده انا عندي سامسون، ناس اتكلمت ياما على سامسون، لا انا هعرف استغل سامسون في نقطه معينه في بوزيشن معين. اداله فرصه كبيره الحقيقه واظهر من خلالها سامسون ان هو يستحق الفرصه دي. بالظبط، ده يقول لك على ذكاء المدرب. المدرب مش لازم مش جيم بلان او مثلا تشكيل او بس، لا المدرب ان هو اعرف اتصرف وفقا للظروف اللي عندي في الفريق. مصر. يعني انا عندي ظروف، عندي اصابات، هنا بقى يبان المدرب. فنيا طبعا ونفسيا كل حاجه، بس فنيا اكتر، هل هيوظف مثلا سامسون في الناحيه دي؟ هل مثلا عنده مثلا لو عمر جابر مثلا ومثلا الزناري مش موجودين، شحاته اللي انا لعبته كان ممتاز جدا جدا جدا، هل هيقدر يؤدي في النقطه دي؟ يعني احنا انا من ضمن تيم اسمه تاب، كنا عاملين تحليل لشحاته، كنت لسه شغال عليه امبارح. شحاته ممتاز جدا، ممتاز. هو اصلا لاعب رانر في نص الملعب، فهو ممتاز في القطه دي. اللهم الا حاجات بسيطه، لانه البوزيشن ده لسه مش متعود عليه في الباسنج في الحاجات دي. مظبوط. بس هو ممتاز جدا، يعني ده خيار من الخيارات اذا كان لو ان شاء الله عمر غياب يكون سليم والزنير طبعا مش يكون موجود. فانا بالنسبه لي شحاته ده اوبشن. الحقيقه احنا شفنا تطور كبير قوي للاعيبه الفريق في الفتره الاخيره. بالزبط. يعني بالزبط. حسام عبد المجيد تطور بشكل كبير، الزناري تطور بشكل كبير، سامسون اكينيولا كنا لسه بنتكلم عنه. الحقيقه اللي انا يعني اللاعب ده انا الحقيقه يعني بشوف ان هو اشتغل على نفسه بشكل كبير جدا. بالزبط. ما خدش الانتقادات الكتير اللي كانت، يعني طبعا اي لاعب اي واحد فينا بيفتح وبيشوف بيتقال عليه ايه، يعني ده طبيعي. فهو بالعكس هو ما خدش الكلام ده ان هو بقى حاجه تخليه يحبط وان هو ما يبقاش عارف يلعب، بالعكس الناس اتكلمت على وزنه خس، الناس اتكلمت على ادائه حسن من ادائه بشكل كبير. فالحقيقه احنا شايفين تطور للعيبه كتير قوي داخل نادي الزمالك. بالظبط. وهو كمان مستر جوميز متعود على النقطه دي، ان هو بيعرف يطلع احسن حاجه من اللعيبه. اللي كان متابع او اللي عارف السي في بتاع مستر جوميز كان في الميريا وكان في ريدنج في انجلترا في الدرجه الثانيه في الشامبيونشيب، بيعرف يطلع لعيبه، بيعرف يصنع لعيبه من ده اللي انت كنت بتتكلم عليه على محمد شحاته اهو معانا. بالظبط. لا هو 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 كويس جدا. احنا حتى واحنا بنحلل امبارح واوله الفكره ما شاء الله، باك يمين في الماتش ده. بالظبط. الكروسنج ده كروسنج واحد متمرس ما شاء الله عليه وربنا يحميه كظهير، يعني هو واحد متمرس في فكره ان حتى كروسنج اللي هي بديهيات الظهير الايمن او الظهير الايسر. فلا مستر جوميز عرف يصنع من المباراه دي، فاحنا ما ناخدش سلبيات الماتش سموحه ان احنا اتغلبنا بس، لا هو كويس جدا، كويس جدا ان هو اتعامل مع كذا نقطه ايجابيه يقدر يستفيد منها ان شاء الله في ماتش نادي البركان ان شاء الله. طيب خط الهجوم بقى عند نادي الزمالك، شايف ازاي يتعامل مع خط هجوم نهضه البركان؟ خط دفاع الزمالك، وخصوصا كمان ان نهضة البركان هو فريق كويس، فريق قوي وممتاز في العرضيات، وفريق لازم نعمل له حساب، يعني هو مش فريق ضعيف تماما. فازاي شايف يتعامل مع الفريق ده؟ هو اول حاجه زي ما انت كنت بت فكره الضربات الثابته مهمه جدا عند نهضة البركان، او معظم الفرق المغربيه بتعتمد على فكره الضربات الثابته والكورنرز بالذات، ان هي سلاح انا ممكن اقدر احسم بيه مثلا بهدف او هدفين على مستوى العالم. طبعا الوقت الدنيا بالنسبه لنا اتطورت في السيت بيسز دي، بالنسبه لي ممكن تحسم ماتش. طيب انا عندي اطول مين؟ غالبا مثلا يكون مثلا حسام عبد المجيد والمسلوسي. حسام عبد المجيد ما شاء الله من مباراه الاهلي من وجهه نظري انا تمركزه ممتاز، طلوعه بكره ممتاز، فانا كنت محتاج عبد المجيد بتاع الموسم اللي فات واللي قبله يحضر، وهو ما شاء الله كويس جدا الايام دي. مسلوسي نمسك الخشب زي ما بيقولوا ما شاء الله عليه، في كل يعني في كل المواقف الصعبه في حتى في التدريب الدفاعي وكل ده مسلوسي دايما حاضر. فانا مطمن النقطه دي، بس هي الفكره كلها ان انا طبعا مع مستر جوميز ومع محللين اداء في النادي
هيبداوا يشتغلوا ازاي اقدر ادافع على نقطه الضربات الثابته. زي ما انت تقولي برضه الكروسنج عندهم عالي جدا، فلا انا مطمن بامر ده ان شاء الله النقطه دي الزمالك يقدر يطلع بها كويس، لان الزمالك عنده فيدباك من الماتشات اللي فاتت ان هم كويسين متمركزين سواء عبد المجيد او مسلوسي. اه طبعا، يعني انت شايف المنطقه الدفاعيه عندنا يعني شايف محتاجه تتطور بشكل معين؟ شايف ان هي، لا انت شايف ان هي مناسبه جدا للقادم من المباريات عندنا؟ يعني احنا دايما بنقول مشكلتنا بتبقى معظمها في المنطقه الدفاعيه شويه، شايف ازاي المنطقه الدفاعيه؟ لو تكتيكيا ممكن نتكلم كتير، بس لو يعني في نقطه ممكن الناس تغفل عنها هي السرحان. انا ممكن مثلا اقف على مثلا الاوفسايد، اعمل خط اوفسايد ولا حاجه، الاقي لاعب رحل، اللاعب اللي رحل ده سرح جزء من الثانيه، فالكره اتلعبت خلاص جون، خلاص دخل الجون فينا. فالناس تقول لا ده خط الدفاع كله وحش، ده ايه السيستم اللي احنا شغالين بيه ده؟ ده ايه الهاي بريسنج اللي احنا شغالين ده؟ ما ينفعش مثلا في الماتش ده. انا معاك كل حاجه، بس هي بتبقى قرارات لعيبه. فهي انا بشوف اغلب الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها سيئه مثلا في خط الدفاع هي ذهنيه بحته مش فنيه، هي ذهنيه بحته. سرحان اللعيب، مفيش تواصل ما بين مثلا الجناح والسير دي باك، ما بين الظهير والسير دي باك، مفيش تواصل بين رباعي الدفاع مثلا ودونجا كده، بيبقى التواصل الذهني مش اكتر. لكن فنيا انا مش شايف ان في حاجه كبيره قوي بعد ما مستر جوميز يعتبر خمس ست ماتشات اللي فاتوا بدا يطور في التمركز بتاع المدافعين. دي حقيقه. طيب لو هنتكلم بقى على دور الكباتن الخبره الموجودين في الفريق، زي طبعا زي ما قلنا شيكابالا وعبد الشافي وعمر جابر، يعني شايف دورهم هيكون عامل ازاي؟ خصوصا كمان ان شيكابالا يعني مصاب، فانت شايف ان ازاي دوره هيكون مهم للفريق بره الملعب؟ هو دايما دور شيكابالا بره الملعب، بره الملعب طبعا، يعني محدش يقدر ان هو يعني ينكره. طبعا طبعا. فشايف ازاي ممكن دورهم ده ياثر على الفريق؟ اقرب دايما للعيبه الصغيرين هي الكباتن. طول ما هو شايف ان هو قدوه وشايف ان هو فيه فعلا كلامه مؤثر في باقي الفريق، هتلاقي اللعيبه مثلا زي زياد كمال، زي شحاته، زي الصفقات الجديده، بيسمعوا مثلا لكباتن زي مسلوسي، زي عمر جابر، زي كابتن شيكابالا، كل ده بيتسمع لهم. هم عندهم خبره، متمرسين، واضح جدا تاثيرهم في الماتشات اللي فاتت، واضح جدا ان هم عرفوا يلموا الفريق زي ماتشات زي دريمز، زي الاهلي، في ماتشات معينه بان دور الفريق. حتى تفاعل شيكابالا مثلا في اوقات كتيره مع مثلا في ماتشات الزمالك، يكون مثلا الزمالك متعادل او محتاج الفوز جدا، بلاقي تفاعل الكباتن بره الملعب، في تفاعل لكابتن شيكابالا، في صور كتيره طبعا احنا شفناه كمان في غانا، الجمهور الغاني بيتصور بالزبط مع كابتن شيكابالا، وبيحبوا الفريق جدا. صح؟ دي كلمه كباتن نادي زي نادي الزمالك، دي كلمه كباتن معروف تاثيرهم بره الملعب زي جوه الملعب. حقيقي. التاثير هيكون واضح، وكده كده انا مطمن، لان الكباتن او يعتبر اللعيبه اللي عندها خبره كترت في الزمالك، ودي حاجه تفرحنا ما كانتش موجوده مثلا السنين اللي فاتت. مزبوط. كان ممكن يكون واحد او اثنين، لا انا بيبقى عندي مثلا اربعه او خمسه لعيبه، مثلا عبد الشافي، شيكابالا، عمر جابر، المسلوسي، كل دول دونجا بخبراته، فتوح كمان، عواد، فتوح، بالظبط، فكل دول هيلموا الفريق. فلا ان شاء الله نفسيا الموضوع يكون كويس جدا ان شاء الله. طيب لو هنتكلم بقى على دونجا، واللي هو الحقيقه هو واحد من نجوم الفريق، وادائه تطور بشكل كبير جدا وبيقدم كتير مع الفريق، شايف ازاي في الفترة المقبلة في الناحية الدفاعية، خصوصا ان المباراة اللي جاية هتكون صعبة جدا زي ما اتكلمنا من نواحي كتير قوي، ازاي بقى المدير الفني يجهزه لمباراة صعبة زي دي، خصوصا ان هو في مباراة سموحة كان احتياطي، فازاي نقدر نجهزه لمباراة زي دي؟ زي ما قلت لك من شوية برضه نادين، ماتش نهضة بركان في المغرب محتاج لعيبة كنترول. مزبوط. انا محتاج احتفظ بكرة، مش احتفاظ سلبي، الاحتفاظ السلبي ان هو انا بمرر الكوره بالظبط، ان هو الكنترولر، انا عايز لاعب كنترولر على الارض. دونجا اكتر من انه قاطع كوره بدا يطور نفسه مع مستر جوميز في حته ان هو اعمل كنترولر، يوجه اللعيبه بايده، يعمل انتشار ذهني او بصري، بيعمل سكاننج كويس جدا. فانا محتاج دونجا ان هو كويس جدا، الحمد لله، الحمد لله ان هو ما اتصابش في ماتش سموحه، يكون جاهز ان شاء الله اساسي في ماتش نادي بركان. بس محتاج اللعيبه جنبه يعتبر، يعني انا كان نفسي جدا ناصر ماهر كل يلعب في المباراه دي، وعبد الله سعيد، لان اللعيبه دي كنترول، بتعرف تقف على الكوره. احمد حمدي لاعب اسمه بوكس تو بوكس، بيوصل من البوكس بتاعنا لل 18 بتاعهم، فاللعيبه كنترول. انا محتاج جدا دونجا، محتاج جدا شحاته، لو عمر جابر لاعب باك يمين، فانا محتاج الحته دي. دونجا مهم جدا، و
بالنسبه لي انا افضل لاعب اتطور على ايد جوميز هو دونج. دونج دي حقيقه وارقامه بتتكلم بالزبط. يعني في احصائيات كتير ارقامه مميزه الحقيقه بالزبط. بشكل كبير قوي. طيب احنا طبعا عارفين مستر خوسيه جوميز في مباراه جيمس الغاني هو سافر بدري قوي ومرن اللعيبه يوم الوصول بالليل. شايف هيعمل كده برده في مباراه نهضه بركان ان هو هيوصل ويمرن اللعيبه في نفس يوم الوصول او ان هو هيكون متحمس قوي للتمرين خصوصا كمان زي ما قلنا في بدايه الحلقه الرحله هتوصل ل 13 ساعه خمس ساعات منهم طيران وبعد كده في باص هياخدهم من المطار لغايه المدينه مدينه بركان. فتقريبا الرحله بشكل عام هتاخد 13 ساعه فشايف هيمرنهم في نفس اليوم وهيضغط عليهم ولا شايف انه لا يعني هيريحهم ويمرنهم بعدين؟ هو دي طبعا نقطه مهمه جدا لان الناس فاكره ان هو التدريب بتاع الماتش بتاع يوم قصدي الوصول بيبقى تدريب بدني بحت وده طبعا ما بيحصلش غالبا بنسبه كبيره بيبقى تمرين ريكفري تمرين استشفاء بحيث يجهز لعيبه لليوم اللي بعده يعني هو حتى لو يوم الخميس بالليل وصل بعد 13 ساعه لو عمل كده هيبقى تمرينات استشفاء بحته. دي من وجهه نظري. معلش انا عايزه اقول تعديل لان انا معلومه بس توصل صح لا هو الفريق مسافر بطياره خاصه الرحله تستغرق خمس ساعات طياره خاصه للفريق وبعدها باص هياخدهم لمده ساعه. لكن اللي انا قلته من شويه ده كابتن عبد الواحد السعيد معلش عشان ده تعديل لازم اقوله. تمام برضه مسافه كبيره او يعتبر وقت كتير ان هو ست ساعات او خمس ساعات وساعه الفكره كلها ان الناس محتاجه تفهم ان ده بيبقى شغل استشفاء بنسبه كبيره بيبقى شغل استشفاء. طيب استشفاء لمين؟ استشفاء للعيبه اللي هو طبعا يعني في لعيبه زي زيزو زي دونجا زي فتوح اللي نزلوا شاركوا هو كان يتمنى ان هو الماتش يخلص بتاع سموحه بدري وما يشاركوش فدول بنسبه كبيره هيعملوا استشفاء. دي نقطة، النقطة التانية اللعيبة لو هو محتاج لعيبة من اللعيبة اللي لعبت أساسي في ماتش سموحة برضه هيعمل لهم استشفاء فهو ما بيبقاش تدريب بدني بيبقى يعتبر جلسات نفسية أو جلسات مناقشة ما بينهم هنعمل إيه خطتنا إيه بيبقى عرض لشغل تحليل الأداء للفرقة المنافسة والتمرين الاستشفاء دي من وجهة نظري. انما من يوم الجمعه ويوم السبت بيبقى التمرين الرئيسي والتمرين النهائي ان شاء الله بيبقى يوم السبت. مظبوط. طيب لو هسالك بقى على محمد عواد الحارس المرمى الاساسي للفريق شايف مستواه ازاي؟ شايف هل هو ثابت على نفس المستوى ولا شايف يعني بعد خساره سموحه حاسس ان في مثلا تاثير من عوامل التحام المباريات اثرت عليه بشكل كبير او يعني شايف ازاي الحارس ده؟ انا من وجهه نظري انا بشوف ان هو يعني على قدر من المسؤوليه كبير جدا ان هو بيطلع بره المباراه دي حقيقه ويقول انا بتحمل نتيجه المباراه انا شايفه بنشوفه كمان قلبه على المباراه بشكل كبير قوي. اداؤه بقى لو هنتكلم على الاداء شايف اداؤه ازاي؟ يعتبر اداء ثابت في معظم المباريات عشان ما نقولش كل المباريات في معظم المباريات بس برضه عايزين يعني فكره عواد الناس دايما بتحمل عليه لان هم شايفينه يعتبر الحارس الاساسي وبنسبه كبيره الاوحد في الزمالك دلوقتي في اللعب كلاعب اساسي فالناس دايما حاطه سبوت عليه اي خطا اي حاجه بيبقى دايما عواد الغلط. طب ممكن ارجع شويه قدام ممكن اشوف مثلا خط الدفاع هل كان في تواصل ما بين الدفاع وبين عواد في اللقطه دي كان في خطا من لاعب الدفاع فما ينفعش احمل بنسبه كبيره عواد اداء فني يعتبر مش هنقول زي السنه اللي فاتت ومش هنقول زي السنه اللي قبلها بس الى حد ما يعتبر بيحاول يثبت نفسه كاداء فني في المباريات اللي بيلعبها. النقطه المهمه ان عواد فعلا زي ما انت قلتي بالظبط هو بيتفاعل ده هي. اتحركوا اضغطوا نهدى التفاعل ده دايما انا بحبه بين اللعيبه وخصوصا مع حارس المرمى بشوفه بيتحامل على نفسه في اصابه عشان عارف ان محمد صبحي مش جاهز يعني بالزبط. هو عنده احساس بالمسؤوليه كبيره قوي تجاه الفريق ده بالظبط. إيه كمان نفسنا عواد احنا يعني عاهدينه فكره ان هو راجل في الملعب حقيقي. عارف بيعمل ايه ممكن يغلط وارد يغلط جدا ماشي وارد ماشي يغلط طبعاً. غلط احنا مثلا نكون بننتقده فيه بس الفكره ان هو اجمالا لا لاعب عنده مسؤوليه زي ما احنا قلنا من كباتن الفريق بيعرف يتواصل لا بس اهم حاجه ان هو الفتره الجايه يحاول يثبت نفسه في النقط الفنيه وفي الويكنس او صحيح. النقط الضعف بس هي اللي شغال عليها. صحيح. طيب لو هنتكلم على زيزو بقى وزيزو طبعا لاعب يعني كبير وعنده خبرات طبعا. وبيعرف ان هو يلعب تحت ضغط نفسي جماهيري و
بيعرف يعني يتصرف في المباريات الكبيره اللي زي دي وبيبقى عارف حجمها كويس قوي. شايف هيقدر يكمل على ده في ماتش نهضه بركان، ولا شايف انه غياب شيكابالا هياثر معاه، خصوصا ان هو يعني قائد الفريق جوه الملعب، فشايف انه ممكن يحصل يعني هبوط لمستوى زيزو؟ هو ورد نادين اي لاعب يهبط مستوى يعلى في اي وقت. هاي يعني هي فكره الاستمراريه. زيزو احنا بنقول ما شاء الله ما شاء الله، هو احسن لاعب في مصر ليه؟ وفقا للاستمراريه. استمراريه اللاعب دي مش حاجه سهله. فدي نقطه. النقطه الثانيه فكره ان زيزو يتحمل حاجه فوق طاقته، ضغط نفسي من الجماهير ان هو انت اللي شايل الفريق، انا مفيش حد، انا مش شايف حد في الفريق الا انت. انت اللي بتجيب يعتبر الفرصه اللي بتصنع بيها الهدف. هي. يعني هات لي الكوره من الجون للجون. ففكره ان انا بضغط على زيزو زياده عن اللزوم، زيزو طبعا عنده خبرات، بس اي لاعب بيتاثر طبعا، اي لاعب بيسمع، اي حتى لو هو ما بيسمعش مثلا على السوشيال ميديا والكلام ده عنه اكيد بالظبط، بيسمع رد فعل الجمهور بيشوف. فعشان كده زيزو انا محتاجه جدا جدا في ماتش نهضه بركان، سواء ذهاب سواء عوده، يفصل خالص من فكره انت اللي هتوديني وهتجيبني وانت اللي هتروح للجون للجون. انا مش عايز ده خالص، انا عايز زيزو يلعب واحد من ضمن 11. يعني فكره ان انا احمله اكتر، المشكله ان احنا بنحط ضغط كبير قوي على لاعب واحد من ضمن 11 لاعب. يعني زي ما بنقول بالبلدي هو العشم في زيزو. مظبوط. هو فكره العشم النفسي، طب النفسي ده بيأثر عليه؟ اكيد. انا يا جماعه ضاعت مني الكره دي. وارد انه في مباراه ما يكونش موفق، يعني ده اي بني ادم في الدنيا. بالزبط. مفيش حد بالزبط بيكون موفق طول الوقت. لا انا كمان يعني انا بقول لك ان هو لاعب مثلا ممكن مستواه يعلى مستواه يقل، ده انا في جوه المباراه ممكن مستواه يعلى في دقائق، ممكن مستواه يقل في دقائق ثانيه. صحيح. فهي فكره الضغط على زيزو، انا شايف ان زيزو راجل متحمل المسؤوليه جدا، راجل فنان احسن لاعب في مصر، راجل عنده استمراريه كويسه جدا، راجل بيعرف يلم الفريق حتى فنيا حتى جوه الملعب. فانا شايف الضغط عليه يخف شويه من جمهور الزمالك، وهو كده كده كما عهدنا زيزو يعني هيبقى متألق ان شاء الله في الماتشين الجايين ان شاء الله. طب رساله سريعه بقى للاعيبه الزمالك قبل المباراه المهمه دي. اهم حاجه ثق في نفسك، ما تشيلش حمل فوق حملك. الضغط النفسي بيأثر عليك جدا، انت كويس انت ثابت على الارض، انت عامل نتائج كويسه، الجمهور دايما وراك، وارد يبقى فيه انتقادات، وارد يبقى فيه مشاكل فنيه في اي فريق في الدنيا، لكن انت عندك مدرب كبير، عندك جمهور وراك، ثق في نفسك، اطلع باحسن نتيجه في ماتش الذهاب، وبعد كده نشوف العوده ان شاء الله في القاهره باذن الله. طيب سريعا هناخد منك توقعاتك لمباراه النهارده في دوري ابطال اوروبا بين بي اس جي وبروسيا دورتموند. الماتش اللي فات كان صعب بتاع الذهاب 1-0 باريس، اعتقد لويس انريكي هيصعد النهارده مع باريس النهائي ان شاء الله. طب بكره بقى ريال مدريد وباين. لا ريال اكيد. ريال مدريد اكيد، ده بطل دوري ابطال اوروبا. مدريد انت يعني؟ لا انا كاتالوني. اصلا يعني احنا بقى هناخد البطوله كده صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا لوجودك معانا النهارده، يعني شرفتني ونورتني. بشكرك. شكرا جزيلا. يعني بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، كان منورني المحلل الرياضي المميز محمد منصور، كلام مهم جدا بيخص نادي الزمالك اكيد، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من نهاركم.